التجربه الاهم في مسيرتك وهي تجربه نادي الزمالك. عايز اعرف منك بقى الكواليس الاول، انضمامك لنادي الزمالك كان صعب جدا وكان بصعوبه جدا من نادي الجونه، ايه اللي حصل والكواليس وازاي رحت نادي الزمالك؟ هو كان في مفاوضات ساعتها كان الاهلي والزمالك، بس انا ساعتها كنت يعني فضلت ان اروح الزمالك. انا طبعا كنت زملكاوي طبعا وعيلتي كلها، بس انا قابلني حاجات كتير يعني صعبه في نادي الزمالك، مش عايز اتكلم في حاجات كتير حصلت ما كانش ينفع اتكلم فيها. بس ايه اللي حصل بقى وقتها؟ دلوقتي الناس تعرف انت ليه ما خدتش فرصتك الكامله في نادي الزمالك؟ لا، اصل الامور كلها كانت في نادي الزمالك الفتره دي، كانت مش فتره كوره يعني، امور كلها كانت بعيد عن كره القدم يعني، لازم تعمل حاجات معينه عشان تلعب، ولازم مواضيع ملهاش دعوه بالكوره خالص، بس اللي هي كانت فتره مش بالنسبه ليا مش فتره احسن حاجه، ما خدتش فرصتي طبعا. فضلت طبعا اروح الزمالك عن الاهلي فتره ما يعني بعتبرها ما حصلتش يعني بالنسبه لي فتره نادي الزمالك. التواجد فيه ما حصلتش بمعنى ان انت ما خدتش فرصتك فيها، ولا من الاساس لا انت بالنسبه لك كان الاختيار مش موفق؟ لا، ان انا ضحيت في نادي الزمالك ان انا اتنزلت عن فلوسي في الجونه وانا ماشي يعني عقدي ما كانش كبير صغير، اصغر عقد في الزمالك. ضحيت بقى، ما كنتش باخد فلوس، كانت في ناس معينه هي اللي بتاخد وناس لا. احنا ما كناش بنلاقي طبعا ندفع ايجار البيت، حاجات كتيره قوي في نادي الزمالك ما كانتش تساعدك ان انت تلعب كوره اصلا. انت رحت من الجونه للزمالك، فايه اللي حصل؟ يعني انت ما خدتش فلوس، ولا اتنزلت عن فلوسك في الجونه، ولا الصفقه تمت ازاي؟ الصفقة تمت ان انا يعني المفروض وقفت على كان 1,500,000، انا يعني كانت واقفة على 500,000، فانا ضحيت ان انا مثلا ايه هتنزل عن فلوسي اللي في الجونة اللي ليا يعني واتخصموا مني مثلا في نادي الزمالك. الموضوع كان تمام، رحت نادي الزمالك طبعا الموضوع ما تمش، باظ اول مرة، تاني مرة رجعت كان واقف برضو على الفلوس، قلت لهم يا جماعة خلاص انا هاخد الجونة، ما كانش ضامن الزمالك، فانا اخدت الفلوس قلت لهم خلاص انا دي شيكات على نفسي ان انا لو الزمالك ما دفعش للجونه انا هدفع الفلوس. حصل كده طبعا، ولما كتبت الشيكات على نفسي في نادي الزمالك ضحيت بقى عشان تروح الزمالك خلاص. ضحيت والصفقه تمت. والصفقه تمت، انا كتبت الشيكات للجونه كلها عليا انا باسمك انت. باسمي انا. فلما خلاص الصفقه تمت وخلاص، وطبعا المفروض ان انا ليا مقدم ان انا اخد قد نادي الجونه طبعا، ولا خدت مقدمي انا ولا فلوس الجونه. فالجونه طبعا رفع الشيكات دي ان انا ايه ليا فلوس ماليش دعوه، انت اللي ضامن. فاتخد عليا طبعا حكم، فاضطريت ان انا ادفع الفلوس دي لمين؟ للجونه. من جيبي. في نفس الوقت انا ما خدتش اي جنيه من نادي الزمالك خالص. يعني انت السنه اللي لعبتها في نادي الزمالك ولا السنه ولا لعب ولا لعب ولا فلوس ولا اي حاجه؟ خدتش فيها اي حاجه خالص؟ ولا اي حاجه. وعقدك ما خدتوش؟ بقيت عقدك؟ عقدي ما خدتوش. خصومات طبعا، وانا ما لعبتش غير مثلا بتاع 6-7 ماتشات، كان فيهم 4 ماتشات مع كابتن ميدو، وماتشين من بره مع كابتن حلمي، وماتش تاني كان اخر ماتش يعني ما يتحسبش يعني. طب انت جاي من الجونه وهم داخلين صراع عليك من النادي الاهلي، وانت رغبتك اللي حسمت الانضمام للزمالك، وهم عارفين هم جايبين لعيب يجي يلعب اساسي على طول، لعيب يجي يشيل الفرقه، المبلغ اللي اتدفع فيك برده مبلغ كبير في وقتها، كبير جدا. ايه اللي حصل؟ طب ليه ده ما حصلش جوه نادي الزمالك ان انت ما لعبتش؟ هو نادي انا كنت جاي لسه مش جاهز، فقالوا لي المفروض ان انا بتجهز الفتره دي كلها، ان انا بتجهز واخش. الفترة دي كانت صعبة قوي، ان كنا يعني الزمالك كان وحش قوي، فهم خايفين يدخلوا اي حد جديد يتحرق، او مثلا مش خايفين مثلا يحصل حاجة بتاع، هي الامور كلها كانت ماشية مش حلو يعني. السنة بتاعتي دي كانت يمكن اوحش سنة في نادي الزمالك. والله اتظلمت في الزمالك من كلامك ده، ولا كان برضو انت عليك جزء نقدر نقول قصرت شوية في حق نفسك فيه؟ لا، انا شايف ان انا اتظلمت طبعا. انا من اول ما جيت انا اول حاجه عملتها ان انا ضحيت ان انا اروح نادي الزمالك، فتنزلت عن فلوسي في الجونه، ولما رحت النادي قالوا لي احنا مش يعني مش مطمنين ان الزمالك هيدفع الفلوس، عشان الفتره دي ما كانش فيها فلوس خالص. فانا كتبت الفلوس دي كمان على
عليا، فانت ضحيت بس ما لقيتش ده جوه نادي الزمالك انه تقدر بالشكل الكافي. المفروض حتى لو انا في مشكله المفروض اخد الفلوس دي ادفعها الاول، يعني هم انا يعني شايفين ان انا ضحيت وكذا كذا، المفروض ان انا اخد الفلوس الاول دي ادفعها. طبعا كنت بقعد اتكلم ما حدش كان بيسمح طبعا وما فيش اي حاجه، فاضطريت ان انا تدفع من ادفع انا من معايا وخلاص اتاخد حكم ان انا لازم ادفع. واتكلمت مع الناس بتاع الجونه قالوا لي ما لناش دعوه، انت ضامن ومن